vous allez très bien. معكم سلمى من لا شين لايفستايل ويت سلمى. كنرحب بكم في القناه. اللي باقي ما شارك كنتمنى يشارك في القناه ويضغط على الجرس باش هكا يوصلوا الجديد. اليوم معكم اليوم بلوتو فيديو جديد نهار جديد. يلا معايا فوالا البنات. اليوم كي قلت لكم فيديو جديد معكم ملك و امال. ان فيت سي بنات صاحب راجلي كان عندها لانيفرسير دوكو. راجلي قال لها نعرض عليكم دوكو. دابا غنمشيو نتغداو ابخي غنمشيو نلعبو بولينغ. فوالا هانتوما معايا. Et bien du 13 novembre au 1er décembre, le point forfichet t'offre jusqu'à 600 euros de remise sur les portes blindées d'appartements et de maisons. Voilà où sont maintenant. La place à l'Angélia, c'est Bilépine. En fait, c'est un grand centre commercial. C'est un grand centre commercial. Fait les magasins, fait cinéma, fait des restos. Ça va être bien. البنات وصلنا vraiment c'est un centre commercial اللي زوين بزاف حيت فيه بزاف ديال لي تروك. فيه كارفور يمكن لك ديري لي كورس ديالك. فيه لي ماغازان فيه بزاف لي ماغازان كيابي سيفورا بزاف بزاف ديال ايف روشي اكسيتيرا. هاد لي ماغازان ديال الحوايج و دايرين كوتي فيه جوست لي ريستوران انا نقول لكم. و كوتي كاين بولينغ بيار بلاصه ديال لي جو و سينما. فوالا هادشي اللي كاين. و غادي ناكلو في فلانش. صراحه اول مره نجي ليه ما عمري ما كليش فلانش. و هانتوما معايا البنات. حنا سنتر كوميرسيال. حنا جينا جهة فلانش. فوالا انا نوريكم. اشكر بيان ابو غوار كيسكي اجاني. فوالا ديري Hey man!
من البولينغ صراحه ما قديتش نصور لكم شي حاجه بزاف مع راكم شفتوا لا لوميير اللي كانت في البولينغ يعني ما كنتش غنبان لكم عليها. دابا صافي غنمشيو نوصلوهم عند ماماهم وابخي غادي نمشيو مع اليوم الحد. ديما كنتعشاو عند عائله راجلي ديكو غنوصلوهم وابخي غنمشيو عند عائله راجلي العشاء. فوالا الناس هادشي اللي كاين. المهم صراحه ما عرفتش العشاء واش غنصوروا لكم ولا لا واش غنصور لكم شي حاجه عندهم جو بونس با. في الناس هادشي اللي كاين فوالا البنات هنايا جينا للبيرو سبحان الله العظيم شكون اللي راجلها بحالي ديما الخدمه كتخرج من الجنب. ها انتم البنات شوفوا الخدمه تبعنا حتى نهار الحد زعما ما كاين لا ويكاند لا والو. وبعد البيرو راه مروين وباش. يلا خرجنا من الخدمه من البيرو يلا خرجنا دابا غنمشيو عند والدين تعشاو. شوف صراحه طلع اليوم واخا هادي راه 7 هما كيتعشاو بكري. المهم حنا غاديين يلاه معايا حبوبات مع تعطلنا هنايا دخلنا لقينا حماتي فريمون موجده كلشي فوالا بول العشاء. صراحه هاد اللحم كدير ليه واحد لقمه زوينه كيجي زوين صافي. وكانت شلاضه روز وفليفلات هكا مشويين. حبوبات يلا كملنا العشاء. غسلت المعينات مع حماتي وصافي انا غادي نكمل الفلوغ. نقول لكم تهلاو فراسكم وجيسبيغ يكون عجبكم وتكون عجباتكم العشيه معايا تكون ندوزو وقيته زوينه. وكنقول لكم على بوكوشين ان شاء الله. تهلاو فراسكم.